الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي. ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل، أفهل لحواء والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل كل لها عند الولادة حالة منها عقول ذوي البصائر تذهل، هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا، فهي منه تأكل، وضعت بعيسى وهي غير مروعة، أنى وحارسها الأبي الأبسل، وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي، فأسقطت ما تحمل، يا عين ابكي ودمعج خلي يهل دم يهل دم على الزهراء، أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نور مقامكم بذكر الحبيب المصطفى النبي الأكرم محمد وآل محمد. نتحدث هذه الليلة مختصرا عن بعض حقوق الأبوين في التشريع الإسلامي كقبسات
من حياة سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها. لا يخفى أن التشريع الإسلامي جعل حقوق الأبوين في قمة الحقوق الاجتماعية في الإسلام، ولذلك جاء في صحيحة عبد الله ابن المغيرة عن الصادق سلام الله عليه أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: كن بارا، كن بارا واقصر على الجنة، وإن كنت عاقا فاقصر على النار. رواية واضحة من ناحية السند صحيحة، من ناحية المتن دقيقة، من ناحية الدلالة في أشد الوضوح أن أهم قيمة في الإسلام في المجال الاجتماعي الإحسان إلى الأبوين، ولهذا من حظي بهذه القيمة واقصر على الجنة، وأما من تسيب في هذه القيمة واقصر على النار. معناه محورية ومركزية هذا التشريع. هذا التشريع له تجليات في الحياة اليومية، يعني كيف يتجلى الإحسان والبر، له تجليات. الشارع المقدس أيضا لحظ تلك التجليات بالتفصيل في النص القرآني وفي الروايات، الروايات العامة، الروايات الخاصة، ورأينا هذه التجليات كيف تتجلى في سيرة سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها، خصوصا في تعاطيها اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لا لكونه، لاحظوها، لا بصفته رسولا نبيا، وإنما قبل ذلك بصفته أبا سلام الله عليهما. من مفردات وتجليات هذا التشريع، وهي أمور يومية يحتاج الإنسان المؤمن أن يراعيها، واحد التواصل مع الأبوين وتفقد أحوالهما، أن الإنسان دائما يكون على قرب من الأبوين ويتفقد الأحوال، مو دائما الأبوان يحتاجان شيئا، ربما نادرا أصلا، لكن يكون الإنسان دائما على إطلال، يكون على قرب، يعرف الأحوال. شقد الروايات عندنا أكدت على هذا المطلب، وشلون تجلى هذا الموضوع في سيرة الزهراء سلام الله عليها، إلا النبي صلى الله عليه وآله كان حاضرا عندها في حياتها. يعني شوف، لاحظ، أجيب لقطات سريعة في الخندق مثلا، شوف شلون تفقد الحال حتى في هالحالة في الخندق. تعلمون أن الخندق خب في منطقة شوية أبعد عن داخل المدينة، بالذات في مثل تلك الأزمان، مو الباب بالباب. ومع ذلك في رواية عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الزهراء عليها الصلاة والسلام في واقعة الخندق، يقول أمير المؤمنين: جاءتنا فاطمة وبيدها كسرة من الخبز، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله بكسرة من الخبز، فقال، احضر الرواية، قال لها: ما هذا بني؟ النبي يدري شنو هذا، بس هذا لمزيد بيان، ما هذا بني؟ فقالت سلام الله عليها: خبز خبزته للحسن والحسين وجئتك بكسرة من، شو شو تفقد الحال، وجئتك، هي خبزة واحدة صنعتها لطفلين للحسن والحسين، في الرواية للحسن والحسين، لمن هالرواية نفهم أن في واقعة الخندق المفروض الحسن والحسين قد ولدا، لاحظوا هذا، وهذا يبين لنا بعدين أن عمر الحسن والحسين في شهادة النبي كم كان؟
إلا أن يكون هناك اشتباه من الراوي روى الحادثة في واقعة أخرى وتصور أنها الخندق وصار في اشتباه أو اشتباه من النساخ يصير هذا، لكن ظهر الرواية لا في الخندق. زين، وين التفقد؟ فقال لها رسول الله: يا بني إنه ما دخل فم أبيك من طعام منذ ثلاث، من ثلاث أيام يعني أو ثلاث ليالي. ملاحظين؟ دليل على أن النبي كان في حال الطعام وهي تفقد الحال، صنعت خبزة لولديها لكن ذكرت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا موقف ترى بسيط لكن يدلل على قيمة عليا في هالمقام. أمير المؤمنين سلام الله عليه يروي لنا أو يحدثنا أنه يوم من الأيام خرج إلى السوق. لاحظوا المقطع، مشاهد كثيرة بس ما أطل عليكم، ما بعضها فقط قبسات سريعة. خرج إلى السوق، خرج إلى السوق يقول: فاشتريت، فقام في الرواية فبتعت، بتعت يعني اشتريت لحما بدرهم وذرة بدرهم، وجئت به لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، أخذته طبخته وخبزته، طبخت اللحم خبزت الذرة. ها زين، معنى أن كانوا يصنعون خبز في ذاك الزمان أيضا من الذرة وفقط من الشعير كما هو محفوظ الآن يعني. زين، فخبزته بعدين لاحظوا في الرواية يوم اللي وضعته ماذا قالت؟ لاحظوا العبارة، جالسين في البيت هم، ياك الله مولانا، جالسين في البيت هم، لكن ما الذي قالت الزهراء سلام تفضلوا؟ ما الذي قالت الزهراء سلام الله عليها؟ لما وضعوا السفرة وضعوا الخبز واللحم، شوف تفقد الأحوال، قالت: يا أبا الحسن لو دعوت أبي، هم جالسين على الغداء، لو دعوت أبي، شوف شلون تفقد الحال، تواصل وتفقد الحال، لو دعوت أبي، لأن هم النبي كان في هذه الحالة جائعا. يقول أمير المؤمنين: فمضيت إلى رسول الله وكان مضطجعا وهو يقول: أعوذ بالله من الجوع. رسول الله يقول: أعوذ بالله من الجوع، يعني النبي كان جائعا. شوف تواصل تفقد حال، لاحظوا ايش قد هذه المقاطع بسيطة لكن هذه المقاطع مهمة جدا في حياة المتدينين، المجتمعات المتدينة. لابد أن يكون هناك تواصل مع الأبوين بشكل مفصل وتفقد أحوال الأبوين. الواحد لا قل يطل إطلاله، مو دائما يكون الأب محتاج، يمكن في الغالب ما يكون محتاج لكن يكون دائما تحت النظر. يكون هذا واحد. اثنين إلانة الجانب واخفض لهما، يعني شنو؟ يعني اللين في التعامل الاجتماعي مع الأبوين. كيف تتكلم معه؟ كيف تمشي معه؟ حتى التفاصيل ذكرت في الروايات. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الإمام الصادق سلام الله عليه يبين تجليات هالمقطع. وإيش معنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ قال: لا تمل، هذا في نسخة، في نسخة ثانية: لا تملأ، لا تمل، لا تميلها يعني العين، لا، وفي رواية: لا تملأ، يعني لا تركز هالشكل، عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة. شوف ورقة، يعني حتى لما تنظر بعينيك إليهما وتركز خلي يكون أثر الرقة والشفقة في العينين بارز. بعض الأحيان الطالع شوف النظر يختلف التركيز لما تركز في واحد، بعض الأحيان التركيز يدلل على شيء من الغضب، بعض الأحيان التركيز يدلل على شيء من الرأفة والرحمة. العين لها ظلال، يقول إذا بتركز أو بتطالع في الأبوين
خلي إشارات الرحمة ورق بديع عند النظر. هذا معناه أنه لابد أن يحتاط الإنسان حتى في النظر إلى وجه الأبوين أو وجهي الأبوين. كيف ينظر؟ ها؟ ينظر بسخط أو بغضب. ولا ترفع صوتك فوق أصوات صوتيهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما. إذا بتمشي مقصد أنت تمشي أمامهم يمشي وراك مثلا. هذا شنو؟ هذه كلها تفاصيل في التعامل اللين. مولاتنا الزهرة سلام الله عليها عندما نزلت هذه الآية المباركة: لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ها؟ إذا يعني دعاء معناها هنا شنو؟ نداء، نادي يعني. لما تنادي على النبي مو تقول له يا محمد، مثل ما هو مألوف عند بعض المفكرين المعاصرين، فأنا أعتبر تجرؤ هذا على شخص النبي صلى الله عليه وآله لما يتكلم في بعض كتبه يقول محمد قال أو كما ذهب محمد أو كذا عن النبي صلى الله عليه وآله. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. النبي مو شخصية عادية واحد يتكلم عنها بهالشكل، مثل ما تقول لفلان يا سعيد أو يا محمد أو يا علي، تنادي على النبي أو تشير إليه تقول قال محمد صلى الله عليه وآله. لاحظوا ماذا تقول الزهراء لما نزلت هالآية: تهيبت أن أقول لوالدي يا أبا. تهيبت أجي إليه سابقا تقول له يا أبا أو أبتي مثلا، تقول الآن يوم نزلت هالآية تهيبت أقول له يا أبا. كيف أتكلم معه؟ فصرت أقول له يا رسول الله. زهراء تجي تقول له يا رسول الله هالشكل. فالتفت لها رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لها: بنية هذه الآية ما نزلت فيك ولا في أهلك من قبل، أنت مني وأنا منك، إنما نزلت في أهل الكبر وأهل البذخ، ذول اللي نزلت فيهم مثل هذه الآية، اللي جوا يتكبروا، شوفوا نفسهم من عشائر وقبائل اللي جوا يتكلموا مع النبي بذاك المنطق. يقول في ذول: قولي يا أبا، بعدين أمرها: قولي يا أبا فإنه أحب إلى القلب وأرضى للرب. يعني إذا بتنادي على والدك مو تقول له يا سعيد مثلا أو يا محمد أو يا هذا أو أنت مثلا، يقول له أبا، نادي عليه مثلا مثل ما هو محمود عندنا مثلا أبوي مثلا بهالشكل. هذا إله أثر على قلب الأب، أحب إلى القلب وأرضى للرب أيضا. هذا لين في التعامل مع الأبوين، ومن تجليات هذا التشريع أن لا ينسى الإنسان والديه حتى بعد الموت. ما يمنعك، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما يمنعك أن تصل والديك حيين وميتين. حيين وميتين، شلون يعني حيين وميتين؟ تدعو لهما، تتصدق عنهما، في الروايات عندنا تحج عنهما، تصوم عنهما. هذا متى؟ هذا بعد الموت. الروايات شقد تأكد على ضرورة التواصل مع الأبوين حتى بعد الموت. يشوف الشاهد، لاحظ كيف تفاعلت الزهراء سلام الله عليها مع فقد رسول الله، ولهذا وصفت بأم أبيها. شلون وصفت بأم أبيها سلام الله عليها؟ أم لأبيها يعني كانت على أعلى درجات الشفقة والرحمة والرقة في تعاملها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا بكت ليلها ونهارها على فقدان النبي. ها؟
ضاق أهل المدينة من كثرة بكائها، كلموا أمير المؤمنين كي تقاسمهم اليوم، إما النهار تبكي وتدع لهم الليل أو العكس. طبعا هذا لازم واحد يروح يبحث أنه شلون كانت العملية، يعني اللي تأذى بعض الجيران من ذلك. أكيد أكو طريقة. الفضة وصفت لورقة ابن عبد الله بكاء الزهراء في الرواية جدا مفصل، هو جي يسألها فصارت فضة تبكي وتوصف تقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بقيت الزهراء 7 أيام تئن وتحن، ويوما تلو آخر يزداد أنينها. 7 أيام إلى أن اليوم الثامن ما طاقت صبرا. اليوم الثامن شوف شلون صاعد عندها الأمر. اليوم الثامن ما طاقت صبرا صرخت بأعلى صوتها وأبتا. فاجتمع حولها نساء أهل المدينة يطيبن خاطرها وحالها. تمضي ساعة بعد أخرى إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وتئن أنينا عاليا، ماذا على من شمته بتا أحمد. صوت واحد يا الزهراء سلام الله عليها في أنينها، ماذا عليها وعليه لأنه كان يلازمها. رآها باكية قال لها يا بنت رسول الله يا أم الحسن ما يبكيك يا سيدتي ما يبكيك؟ قالت أبكي لما يجري عليك من بعدي. ثم صارت توصيه بوصاياها يا أبا الحسن ما عهدتني خائنة ولا كاذبة ولا خالفتك مذ عاشرتني، سامحني أبو الحسنين كان عرفت من الصور ما تعهد كذب مني. قالها والقلب موجود انتي أعرف بربك وكرم يا جمال الحور، وانت اللي زهرها الكون كل بنور غرتها. ومني كان صار بصور يا شمامة المختار منك اطلب السمحان يم السادة الاطهار. قالت يا علي حاشاك مثلك بالوفاء ما صار، وصية يا علي مني وخذ مني نتيجته. وبيت الدعاء لاحظها مفردات بسيطة من وصية الزهرة سلام الله عليها على رأسها تقول طلعوا جناز
منها الوصية هذه ومن وصاياها سلام الله عليها. يا أبا الحسن تعاهد قبري بتلاوة القرآن ومدت حالاً يديها. أجركم الله ساعة الفراق ومدت حالاً يديها وللدار أرسلت نظرة أصاب يتامها صدت وفاضت روح الزهرة. صح ونادي وإمامة صح ونادي وسيدته صح ونادي ومحمدا ويا عيني بكي ودمعج خلي يهد أيام على الزهرايا وضلعها اللي تهشم.